حبيباتي السلام عليكم. اليوم غادي ندير لكم واحد الطاجين تاع السفرجل، ساهل التحضير وما فيهش مكونات بزاف. لهذا الطاجين غادي نحتاج انا هنايا عندي 400 غرام ديال اللحم، عندي بصله قطعتها بهذه الطريقه، عندي ثوم، عندي القزبر والمعدنوس، هذا هو السفرجل البنات، غادي نغسلوه وغادي نقطعوه ونكات على كاختي، غادي تشوفوا معايا من بعد. كنحتاج الملح، كنحتاج السكينجبير، كنحتاج الفلفل الاسود، كنحتاج الخرقوم عواد كركما، كنحتاج زيت المائده، وهنايا كنحتاج لهاد الضامه ديال الزعفران. كمرحله اوليه البنات غادي ندير شويه ديال زيت ديال المائده، تقريبا ثلاثه الملاعق كبار. عذروني البنات اللي ما كنصور بوحدي، عفوا ونسيت ما ذكرتش لكم عود تاع القرفه. غادي نحط اللحم بهذه الطريقه، غادي نحط فيه القرفه، وغادي نحط كذلك البصله بهذه الطريقه، الثوم الربيع، وغندير فيهم هذه ديال الزعفران. صافي البنات، وغادي نديرو يتقلى حتى يتقلى ونرجع لكم. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا، ايوا بدا البصل كيدوب ليا، فانا غادي ناخذ التوابل ديالي. بسم الله، غادي ندير مغرفه ونص تقريبا صغار تاع الخرقوم، كركما، وغادي ندير جينجومبر هكا كما كتشوفوا معايا، وغادي ندير فلفل اسود، ما غاديش نكثر بزاف البنات، فوالا، وغادي نجيب الملح. الملح البنات كيبقى حسب الذوق. فوالا انا غنكتفي بهذا. غادي نحرك هاد المكونات ديالي مزيان، نخلي التوابل حتى يشربوا مزيان في اللحم، وندير ليه الماء الكافي ديالو فاش كيطيب، ونتسنى على اللحم تيطيب. اما بالنسبه للسفرجل البنات، فانا بديت خديت وحده قسمتها هكا بهذه الطريقه، كل حبه قسمتها على اربعه، غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه، وغادي ندير لهم شويه الملح ونرجعهم يتسلقوا شويه، مي ماشي يتسلقوا حتى يتهراو البنات، يتسلقوا ويبقاو شادين راسهم حيت ابري غادي نعسلوهم. خليكم معايا نرجع لكم. وهنا البنات كما كتشوفوا اللحم ديالي تقلى، انا درت ليه الماء هو كيطيب، وهنايا قطعت السفرجل تاعي، درت ليه شويه تاع الماء وشويه تاع الملح، وغادي نغليه، ماشي كما قلت لكم ماشي حتى يطيح كاع، على جال ابري خصنا نكراميليزيه شويه، دونك خصو يكون باقي شاد في راسو. غادي نكمل كاع هاد المراحل ونرجع نوريكم كيفاش كنكراميليزي السفرجل. وهنايا حبيباتي من بعد ما تسلق ليا السفرجل تاعي، شتو هنا باقي شاد راسو، هذاك الماء اللي تسلق فيه خديت فيه منه واحد الكميه صغيره درت يغلى، غادي نزيد عليها قرفه اون بودغ كما كتشوفوا، غندير واحد جوج مغرفات، وغادي نزيد عليه السكر كذلك باش يتعسل ليا هذا الشيء. انا كنبغي السكر البنات، هادشي علاش درت كميه كبيره، اما السكر كيبقى حسب الذوق. انا غنكتفي بهذا القدر، وغنخليه غنخلط هادشي مزيان، وغنخلي البنات حتى يغلى وبدا يتكراميليزا، عاد غادي نرمي عليه هاد الشوفلوغ. بالنسبه للحم ديالي البنات، ها نتوما هنا كما كتشوفوا، ها هو قرب يطيب، فملي غادي يطيب ونعسل السفرجل ديالي غادي نحطو عليه من الفوق. خليكم معايا حتى تشوفوا الطبق النهائي. وهنا حبيباتي من بعد ما غلى ليا هاد الماء ديالي، فانا كنرمي لي مورسو تاع السفرجل، عفوا توتالو بغيت نقول لكم السفرجل قلت لكم الشوفلور، كنديرو بهاد الطريقه كنستفو، هكا كما كتشوفوا معايا البنات.
وكنبقى نقلبو على جميع الجوانب حتى كيتعسل ليا مزيان. بهذه الطريقه انا غنكمل كاع الكميه وتشوفوا معايا الطبق النهائي. وهذا هو الشكل النهائي حبيباتي ديال الطاجين ديالنا، كيجي جد جد لذيذ ورائع، سالي سكري او ميم طون. نتمنى يكون عجبكم، ما تنسونيش بالدعم والاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.